اهلا بيكم في اولى حلقات سيو صح بودكاست. النهاردة معانا محمود فتحي. محمود هيكلمنا عن تجربته مع امازون اسوسيتس، ازاي قدر يبني ويب سايت من الصفر ويوصل انه يحقق ارباح او عوائد مادية تخطط $30,000 خلال سنة واحدة بس. استنوا معانا وتابعوا البودكاست للاخر عشان هتستفيدوا بشكل كبير جدا من تجربته. ازيك محمود، عامل ايه؟ الحمد لله والله. ازيك يا احمد، ايه الاخبار؟ كله تمام. الاول خلينا نعرف الناس مين محمود وبدات شغل اونلاين امتى وايه التجربه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي حققتها مع امازون اسوسيتس. فديك كده دقيقه تعرف نفسك للناس. اوكي تمام. انا بدات شغل اونلاين في حوالي 2013. كنت يعني بدات اتعلم SEO وابني ويب سايتس وكده. ما كانتش ناجحه في الحقيقه في البدايه في اول كام سنه، لكن مؤخرا في 2018 وفي اخر 2017 بدات ابني ويب سايتس حقيقي حققت ارقام كويسه، ومؤخرا قدرت ابيع الويب سايت اللي هنتكلم عليه النهارده باكثر من $30,000. ممتاز. بس هي دي التجربه بتاعتي. اوكي، في عالم هو ده الويب سايت اللي اكثر ويب سايت حققت فيه نجاح؟ هو يعني في ويب سايتس عندي بتعمل مونثلي ايرنينجز اكتر، بس ده الويب سايت الحاجه المميزه فيه ان انا قدرت ابيعه بالمبلغ ده في فتره قصيره يعني، وهنتكلم عن الموضوع ده برضه. ممتاز ممتاز. طيب خلينا الاول نعرف الناس لو انت حابب ايه هو الويب سايت، شير اللينك بتاعه مع الناس. تمام. فالويب سايت، خلينا انا اقول الويب سايت هو gadgetdecision.com. الويب سايت ده انت بدأته بتقول في اخر 2017، صح كده؟ الويب سايت ده بدأته في اول 2018، في اخر يناير في اول 2018. ممتاز. بس يعني بدأت ابابلش كونتنت كده من شهر 3 في 2018 بالظبط. اوكي، يعني انت حجزت الدومين في يناير بس بدأت شغل فعلي في 3. في شهر 3 بدأت انشر الارتكلز. ممتاز. واستمر معاك قد ايه تقريبا لحد ما بعته؟ استمر معايا لحد اخر شهر 12 في 2018. يعني تقريبا 8 شهور شغل، صح كده؟ بالظبط. وبعد كده بعد كده عملت ابلكيشن على امباير فليبرز، وهنتكلم على البوينت دي برضو. اكيد اكيد اكيد. طيب من رؤيتي للويب سايت، الويب سايت بيتكلم عن الجادجتس والالكترونكس والبي سي والكونسولز، صح كده؟ السمارت ووتشز، كل حاجه ليها علاقه بالالكترونكس بشكل عام والجادجتس المستخدمه فيها. طيب انت يعني ليه تحديدا اخترت المجال ده، والناس معظمها عارف ان المجال ده تحديدا فيه يعني جاينتس، فيه عمالقه يعني؟ في الحقيقه بسبب ان وجود الجادجتس او الحاجات التكنولوجي، ناس كتير بتشتريها بمعدل كبير. فبالتالي في سيرشز كتير مش بيبقوا مشهورين. يعني مثلا حد بيسيرش على حاجه ان ديتيل جدا، يعني مثلا بيدور على مثلا سمارت ووتش فور كيدز مثلا، فهتلاقي ان الكيورد دي ليها فوليوم سيرش محترم، لان كلمه زي دي مثلا وفي ناس كتير بتشتري سمارت ووتش. فهتلاقي بس انت ما قلقتش من موضوع ان في منافسه كبيره في الكلمات دي برضو؟ حتى الكلمات اللونج تيل برضو ستيل فيها منافسه اكيد. بالظبط. ما هنا بقى بيجي فاكتور ان انت بتلعب على التوبيكال ريليفنسي بتاعتك. فبتحاول ان انت اكتر ماركت الارتكل بتاعتك على انها مثلا سمارت ووتش فور كيدز بس. فبالتالي بالطريقه دي جوجل بتفهم ان انت بتتكلم عن التوبيك الصغير ده جدا، فتقدر تاوتش. نوضح للناس سريعا التوبيكال ريليفنس او التوبيكال ريليفنس اللي انت قلت عليها، فكره ان اللي يبقى التوبيك مخصص في شيء معين، والويب سايت بشكل عام بيساعد ده، انه برضو معظم المحتوى اللي فيه بيتكلم عن نفس الشيء ده. يعني لو اتكلمنا على سمارت ووتشز فيبقى how to choose مثلا the best smartwatch for your kid، دي توبيك عام عن السمارت ووتش للكيدز، مبقاش فيه اي كلام تاني خارج عن الفكره دي، صح كده؟ بالظبط بالظبط. وفي نقطه كمان عايز اضيفها، هو باختصار هو عباره عن البرسنتج بتاع الكونتنت بتاع الويب سايت بيتكلم عن التوبيك ده قد ايه. فانا مثلا في جادجت ديسيجن حوالي 80% او 85% من الكونتنت بيتكلم على السمارت ووتش، فقدرت ان انا ارانك في كيوردز كتير ريليتد للسمارت ووتش والفيتنس تراكرز والجوده كله، بسبب ان انا واخد توبيك ريليفنسي من جوجل في الجزء ده، فجوجل بتصنفني كاثوريتي في التوبيك ده. ممتاز جدا ممتاز. طيب حابب تقول للناس بشكل سريع كده في اقل من دقيقه، بدات الكيورد ريسيرش بتاعك ازاي؟
التولز اللي اعتمدت عليها، هل في جايد معين ألهمك او في فكرة معينة اعتمدتها؟ انا بعتمد بشكل اساسي على 2 تولز، Ahrefs و KW Finder. اوكي. في Ahrefs بستخدم ان انا بشوف الكومبيتيتورز اللي هم حاسسهم مش براندز قوية. كومبيتيتورز هم عبارة عن ناس زي برضو عندهم affiliate websites، وحس ان هم برضو content بتاعهم مشد كده، ناس عادية يعني. بعمل keyword research بتاعي بناء على الويب سايت بتاعتهم في Ahrefs، فبفتح الدومين بتاعهم على Ahrefs، بطلع كل كلمة ممكن اتميز عنهم بشكل ما، فاعرف outrank them يعني. تمام، معلش عشان حصل disconnection في الصوت، بس خلينا نقول تمام. تاني النقطة دي، انت بتفتح الدومين بتاعهم على Ahrefs بتشوف الكيوردز اللي هم رانكينج فيها، صح كده؟ ايوه بالظبط، انا بشوف الكيوردز اللي هم بيرانكوا فيها، وبحاول بتارجت نفس الكيوردز دي، وانا ببقى عارف ان انا في ايدج معين ممكن اتميز فيه زي الكونتنت او زي اللينكس، فانا بحاول اجيب لينكس احسن او كونتنت احسن، فحاول اوت رانك ذم يعني. تمام، ممتاز جدا، ممتاز جدا. طيب يعني خلينا نتكلم لا اتفضل كمل. فده كان بالنسبه للHrefs. بالنسبه للكي دبليو فايندر، فبستخدمه في ان هو عنده فيتشر بتاعت جوجل اوتو كومبليت، فانا مثلا استراتيجيه اساسيه بستخدمها ان انا مثلا لو مثلا هتارجت مثلا سمارت ووتش، فهكتب مثلا best smartwatch 4 وبعدين هتحطها في جوجل اوتو كومبليت، هيبدا يطلع لي الاوتو كومبليت بتاع جوجل، وفي فوليوم سيرش قد ايه لكل فريز من اللي حطيتهم، فبقدر اطلع كيوردز كتير جدا ايزي منافسه يعني، وفيهم فوليوم سيرش كويس جدا. هم دول الاستراتيجيين الاساسيين. بالظبط، كلمه كانتش جايه معايا. ممتاز، ممتاز. طيب يعني اعتمادك على Ahrefs بشكل رئيسي في انك تشوف ويب سايتس تكون طبعًا مش قوية قوي، تكون قريبة منك، تشوف الكيوردز اللي هي رانكينج فيها، وتحاول ان انت تحط لنفسك بلان انك تاوت بيرفورم في الكونتنت، او انك تتغلب عليهم في الكونتنت، او في جودة الباك لينكس، صح كده؟ بالظبط بالظبط. او في طبعا اللونج تيل استراتيجي. بالظبط، ودايما بتنجح يعني. ممتاز، حلو جدا، ممتاز. طيب يعني انت اتكلمت عن الكونتنت، وانا شفت الكونتنت، واكيد الناس دلوقتي هتبتدي تشوف الويب سايت وتاخد فكره. انت عندك بايرز جايدز وعندك هاو تو، ده تقريبا الكونتنت مقسوم الحاجتين دول، صح كده؟ هو في ثلاثه كاتيجوريز دايما الناس بتتابعهم في امازون اسوشيتس ويب سايتس، ففي باينج جايدز ده اساسي، وبعد كده في ريفيوز، بتبقى يعني ريفيوز منفصله لكل برودكت. تمام. وثالث كاتيجوري بتبقى الهاو تو او النوليدج بيز، اللي هي يعني ازاي تشتري المنتجات، يعني هي حد لسه في مرحله البرود سيرش، يعني بياخد فكره عن البرودكت او كده. بالظبط بالظبط. فهم دول الكاتيجوريز الثلاثه الاساسيين اللي بتبدا تبني بيهم الكونتنت بتاعك، وتاخد اوثوريتي في جوجل ان انت بتتكلم عن التوبكس الصغير ده وان انت فاهم فيه بس. طيب قول للناس سريعا كده، انت عملت ايه عشان تجهز الكونتنت؟ معينت حد؟ جبت حد؟ التيم كان شغال ازاي؟ انا في البدايه خالص كنت باوت سورس الكونتنت من بلاتفورم زي فريلانسر واي رايتر والكلام ده. هل معلش هقطعك هنا السؤال بس، هل الكواليتي بتاعت اي رايتر وفريلانسر زي الان هاوس تيمز؟ انا هاجي برضو للنقطه دي. طيب. هي بتديبند على انت بتهاير مين وبتدفع كام. طبعا كل ما تحط فلوس اكتر في البروجكت بتاعك. بالظبط، هي دي النقطه. يعني نفترض في اي رايتر ان انت حبيت تهاير اليت بلس مثلا، فال 500 كلمه ب 37 دولار، هل الكوست كان أيوة نفس الرينج ده وانت بتشتغل ان هاوس تيم؟ لا 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 نهائي. انا طبعا الان هاوس تيم الكوست اقل بكتير، بس الفكره كلها ان انا نقلت بعد كده لان هاوس تيم لما لقيت ان انا محتاج يعني محتوى كتير جدا، محتاج فوليوم شغل، هقدر الناس دي يبقوا بالظبط، فالناس دي يعني هيقدروا يبقى معايا يبقوا فول تايم. فبالتالي البرايس بير كونتنت هيبقى او برايس بير 1000 وورد مثلا هيقل شويه لان هم فول تايم. بالظبط. فانا ده اللي اعتمدت عليه بان انا ريديوس الاكسبنسز بتاعت الويب سايت، فبالتالي انا عندي دلوقتي كذا كوبي رايتر، عدد كبير الحقيقه يعني. ممتاز. اغلبهم بنتكلم عن تجربه جادجت ديسيجن تحديدا، كان في كم كوبي رايتر بيكتب؟ حوالي 3، بس كان في واحدة بس هي دي كانت تكتب حوالي 70 أو 60% من الكونتنت، والباقي كانوا بيكتبوا الباقي. اوكي. طيب يعني تقريبا في 8 شهور كتبت كام ارتكل؟ لان دي برضو بتهم الناس شوية. نتكلم في حوالي اكتر من 70 ارتكل.
70 ارتكل يعني اراوند 10 ارتكلز في بير مانس يعني. اه بس مش ده اللي حصل الحقيقه. حصل ان في البدايه نزلت يعني ارتكلز كتير جدا، وبعد كده كل شهر كانوا بيقلوا 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 لحد ما جاء وقت البيع يعني. اه اوكي، يعني انت بدات بكيرف عالي وابتدى يقل مع تحسن النتائج، صح كده؟ وبرضه نحب نوه ان الكوبيريتور الاساسيه اللي كانت بتكتب يعني كده، فكانت بروب فعلا وفاهمه في البرودكتس كويس جدا يعني، فدي برضه كانت بوينت مهمه في الكونتنت يعني. هي مصريه طبعا صح؟ اه ده حقيقي. اوكي، فانت يعني خلينا نجمل اللي انت قلته لحد دلوقتي سريعا. انت اعتمدت في الاول على استراتيجي بسيطه ان انت تشوف الكومبيتيتورز الويب سايتس بتاعتهم كاثوريتي ودومين اثوريتي قريبه منك، وفي نفس الوقت اعتمدت على اللونج تيل استراتيجي، ثم ان انت ابتديت تجيب كوبي رايترز مصريين اديت لهم الكيوردز اللي اشتغلوا عليها، وكانت الفكره ان هم عندهم باك جراوند عن الحاجه اللي هم بيكتبوا فيها دي، مش اول مره يكتبوا عنها، صح كده؟ ايوه بالظبط. يعني انا حابب انوه ان 8 شهور شو لا كمل انا كنت بس بقول ان في حاله ان انت ناوي تهاير ناس يبقوا ان هاوس تيم، في كتير منهم بيبقوا عند يعني انجلش تايم كويس وبيعرفوا يكتبوا كده، ولكن ما عندهمش تجارب كتير مع الكوبي رايتنج او مع ان هم يكتبوا في ويب سايت او بلوك بوست، فانت لازم تبدا برضو تدربهم ان ازاي يكتبوا في ويب سايت، فدي برضو بروسيس مش سهله شويه. انت اكيد عملت ده طبعا وخد منك وقت طبعا. بس فدي كانت بوينت مهمه، بس هو انفستمنت يعني، هو انت تقدر تعتبره استثمار زي استثمار بالظبط الدومين والهوستنج والكلام ده يعني، بالظبط زي تيبيكال يعني. ممتاز ممتاز. يعني انت قلت 80 ارتكل تقريبا بداوا بكيرف عالي شويه اول شهرين، صح كده؟ اول 60 يوم مثلا كده. فدي نقطه مهمه نوضحها للناس، ان مهم جدا اول على الاقل 60 يوم ان الشغل يكون هاي انتنسيتي او مكثف يعني، بحيث ان يبقى جوجل ياخد فيرست امبريشن كده زي ما بيقولوا ان الويب سايت ده سيريس يعني، مش بالزبط. بيكتب ارتكل كل فين وفين. كويس جدا. ايوه بالظبط. معظم الجايدز عندك كانت اراوند 1000 وورد صح؟ لا، في الباين جايدز كانوا اغلبهم بيعدوا ال 2000 ونص كلمه او 3000 كلمه، واعتقد هي دي اكتر مقالات كانت بتجيب لك ترافيك، ولا انا غلطان؟ طبعا. لا طبعا، انا الانفورميشنال ارتكلز هدفهم الاساسي تزويد الريليفنسي عن جوجل عشان تبوش الماني كيوردز في الرانكينجز، بينما اكتر يعني 99% من الترافيك جاي من الباين جايدز بتوعي اللي هم بيتارجتوا الماني كيوردز يعني. يعني انا لو بسمع التوك دي النهارده انا هكون اكيد معايا ورقه وقلم وباخد نوتس للنقط المهمه اللي انت بتتكلم فيها، زي موضوع الريليفنسي، موضوع ان انا بكتب جايد اراوند 2000 او 2500 كلمه عشان هي دي الباين جايدز اللي انا هعتمد فيها على الظهور وجلب الترافيك اللي ممكن يكونفرت بعد كده. طيب يعني حاجه اخيره قبل ما ننتقل لسؤال تاني، قول لنا تقريبا الكونفرجن ريت بتاع الترافيك بتاعك على امازون كان كام في الميه يعني من كل 1000 زياره مثلا؟ الكونفرجن ريت احنا بنتكلم لو الكونفرجن ريت اللي بتظهر على امازون في النمبر اوف كليكس والنمبر اوف سيلز. بالظبط بالظبط، نمبر اوف كليكس للنمبر اوف سيلز على امازون بتبقى بتلعب في حوالي 7-8%، وده رقم عالي جدا طبعا. بالظبط، عالي جدا فعلا. والافريج ريفينيو بير ميت فيزيت في الويب سايت عندي بنتكلم من 7-10 دولار. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب لكل بالظبط. ممتاز. طيب خلينا ندخل بقى للخطوه اللي بعد كده، امباير فليبرز. انت أيوة. بعد ما الموقع ابتدى يحقق ريفينيو وصل لحوالي 2000 دولار تقريبا في الشهر، ولا كان كام بالظبط؟ يعني طبعا جاء نوفمبر وديسمبر عدى ال 2000 دولار في الشهر، بسبب ان ده طبعا السيزون الاساسي للتكنولوجي والجادجتس والجو. بس يعني الافريج يعني الافريج لحد دلوقتي، لان انا متابع مع الباير برضو، الافريج دلوقتي الويب سايت بيعمل 1200 او 1300 دولار في الشهر. اوكي، خلينا فكرني اسالك في موضوع الباير ده، ومنك متابع معايا بعد ما نخلص، لان دي نقطه مهمه اعتقد ما فيش حد بيسرها ولا حتى في امباير فليبرز نفسه. بس خلينا نتكلم الاول عن تجربتك مع امباير فليبرز. انت اكيد سمعت عنه من المواقع الاجنبيه الكتيره اللي بتتكلم على الميرش امازون، وانك تسيل ويب سايت خاص بيك وتبني ويب سايت وتعمله فليبنج وتحوله لبزنس جديد وهكذا. طيب اولا الكونتاكت معاهم بدا ازاي؟
الاوبريشن او البروسيس نفسها مشيت ازاي، فيا ريت تحكي لنا كده باختصار. يعني هما الكاستمر سيرفيس تاعهم ممتاز جدا. انت في كده ابلكيشن بتعمله اونلاين، بتحط الويب سايت بتاعك والنمبر اوف فيزيتس والارننجز والكلام ده كله، وبيبعتوا حد من السبورت بيبعت لك ايميل ويبدا يتكلم معاك بقى بشكل 1-to-1. يخش على امازون اسوشيت بنفسهم يشوفوا البرودكتس اللي بتتباع دي فعلا هي اللي على الويب سايت بتاعتك، واللي انت بتستخدم الاي دي ده في ويب سايتس ثانيه عشان تزود الايرننجز والكلام ده كله. بعد ما يتشكوا كل حاجه، البروسيس دي بتاخد حوالي اسبوعين، بيتشكوا جوجل اناليتكس وبيتشكوا كل حاجه. ممتاز. لو كل حاجه تمام بتدفع حوالي $300، والليستنج بتاعتك بتبقى لايف على امباير فليبرز. هي دي البروسيس باختصار يعني. ممتاز. من يوم من داي 1 الليستنج بقت لايف، خد قد ايه تقريبا الويب سايت عشان يتباع؟ بالظبط بنتكلم في 21 يوم، او هو كان اقل من 30 يوم، بس كام يوم بالظبط؟ بنتكلم من 21 لحد 28 يوم حاجه زي كده يعني. ممتاز. يعني بنتكلم من 3 ل 4 اسابيع. كان في مفاوضات كتير بالظبط كان في نيجوشيشنز كتير مع كذا فرصه. ما هي ده هو ده الاخر بروسيس، لان انت دايما على امباير فليبرز اول ما الليستنج بتاعك تبقى لايف هتلاقي اكتر من 20 او 30 واحد بيخشوا جوجل اناليتكس بتاعك ويبداوا يتكلموا وكده، فبتبدا تتفاوض وتشوف الاسعار وهم يبداوا يسالوك وكده. بروسيس فعلا بتبقى متعبه شويه، لكن في خلال اسبوعين ثلاثه بتكون خلاص وصلت للشخص اللي هو مستعد يحط احسن رقم وبتبيع له الويب سايت. انت بعت بنفس الرقم اللي انت كنت حاطه كتخيل في البدايه ولا كان اقل او اكتر؟ لا هو يعني في كسر بسيط لسبب يعني طويل شويه، بس هو رقم قريب جدا من يعتبر اللي انت كنت حاطه. تصور. ممتاز. بالظبط. ممتاز. بالظبط. طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن الخطوه الجايه. انت بعت الويب سايت عشان اكيد عايز تنفست في حاجه اكبر، فقول لنا ايه البروسيس او الخطوه اللي جايه اللي انت شايفها لنفسك بعد التجربه بتاع الجادجت ديسيجن دي. انا عندي بورتفوليو اوف سايتس برضو بنفس الستايل شويه في نيتشز مختلفه. اوكي. بس انا هل انت طبعا لما بتبيع الويب سايت برضو نعرف النقطه دي للناس، بتبقى فيه زي يعني حاجه طبعا مش بتمضي، بس ان انت مش هتشتغل في النيش ده ويب سايت تاني عشان ما تبقاش كومبيتيتور لنفس الراجل، صح كده؟ بالظبط. ما بتبقاش ناوي تارجت نفس الكيوردز، وانت اصلا اوريدي ما بتبقاش ناوي، لان انت اوريدي انت بعت الويب سايت. يعني انت لو كنت ناوي تارجت نفس الكيوردز الاول انك تكمل على انت هتضيع سنه كمان تقريبا على ما تعرف تبني واحد زيه. بالظبط. فانا اوريدي عندي ويب سايتس في نيتشز ثانيه. ممتاز. وهم كلهم طبعا محتاجين كاش فلو ومحتاجين انفستمنت كونتنت لينكس. انت مانج اكتر من ويب سايت في كذا نيتش مختلف، وبتحاول ان انت توصلهم لافضل بروفيت ممكن يعني. لان انا شغال يعني انا الفكره اللي بحبها ان انا اوصلهم ليفل معين وبعد كده ابيعهم وارجع ريانفست وهكذا. بالظبط. ممتاز جدا. ممتاز جدا. طيب كنت اسالك السؤال الاخير اللي احنا اتكلمنا عليه، موضوع الباير. انت بتقول انك متابع معاه لحد دلوقتي. الافريج ريفينيو بتاع برمانس حوالي 1200 ل 1300 دولار، ده اعتقد اقل من اللي انت كنت بتحققه قبل ما تبيع مثلا ب 3 4 شهور، صح كده؟ لا يعني ولا ذا سيم مع عاده نوفمبر وديسمبر هو تقريبا نفس الرقم بنفس الديلي فيزيتس. الموضوع اللي هو ستيبل بطريقه انا شخصيا ما كنتش متوقع ان هي تبقى ستيبل للدرجه. يعني كنت متوقع ان هو محتاج يحط شويه ايفورت بحيث ان هو يفضل مواظب على الويب سايت، ولكن الويب سايت ما حصلش فيه اي حاجه، مفيش اي كونتنت ببلش من فتره كبيره جدا وستيل بيرفورمينج اور ذا ليس. برضه في حاجه حصلت، في ابديت حصل، الويب سايت نزل شويه طلع شويه، بس الاوفر اول بيبقى حوالي زي بعضه يعني. ممتاز. ممتاز. انا بسالك السؤال ده عشان لاي حد بيفكر انه يشتري ويب سايت، يعني لازم يعرف انه مش بمجرد ما يشتري الويب سايت الدنيا هتعمل بومينج معاه، ومحتاج يبذل ايفورت، لان هو في الاخر هو انفستمنت. زي ما انت استثمرت انك بعت، هو استثمر المشترى او اشترى، فمحتاج انه يبتدي بقى يبوش كونتنت ويبوش باك لينكس اكتر عشان يحاول ان هو يماكسمايز الريفينيو بتاعه. ممتاز. بالظبط. لان الويب سايت غالبا مش هيكبر، او بنسبه 100% مش هيكبر عن الليفل اللي هو فيه ما عدا ان انت بذلت مجهود فيه. فلو خليته هو يا هيفضل زي ما هو يا هيبدا ينزل واحده واحده. هو طبيعي ان هو لو فضل بيضفش فيه اكيد هينزل في وقت من الاوقات، هيبتدي الكيرف بتاعه يقل حتى ولو تدريجيا بشكل بسيط. بالظبط. من
قريب لو ده لو دخلت على HFS هتلاقي ترافيك بدأ يديكلاين شوية، بس أنا بدأت أتابع معاه تاني بشرط مساعدة عشان أخليه يرجع تاني الليفل اللي هو كان فيه يعني. بس ممتاز كده. ممتاز جدا. طيب أنت حابب تقول أو أنا خليني أقول عنك إن محمود بيقدم consulting service لأي حد مهتم إنه يبدأ ويب سايت في أمازون مع أمازون أساسيتس، وحابب يعرف التبس وتريكس زي ما بيقولوا الخاصة بالبروسيس دي. تكنيكلي بقى بنتكلم على اختيار الكيوردز، البلاجنز اللي بتركب، التمبلت، لأن الحاجات دي بتفرق، الكونتنت نفسه وصياغته عرضه، النوعية المنتجات اللي تستهدفها عشان تحدد تحط لنفسك هامش ربح كويس، كل الكلام ده محمود بيقدمه على الويب سايت بتاعه اللي هتلاقوا اللينك بتاعه أسفل الفيديو. وإيه تاني محمود معلش؟ وطبعا في جزئيه الاوف بيج زي اللينكس والكلام أكيد ده كله، احنا ما اتكلمناش عن النقطه دي في البودكاست دي، ولكن لان انا عارف ان هي هتاخد وقت طويل، بس خلينا عشان ندي فاليو كويسه للناس اللي بتسمعنا حاول تمر عليها مرور سريع كده في اقل من دقيقه برضو، تقول لنا اوفرول انت عملت ايه عشان تجيت كواليتي باك لينكس. يعني باختصار جدا انا استخدمت بي بي انز، طبعا يعني اغلب المستمعين هيبقوا عارفين هي ايه البرايفت بلوك نتورك. هي الناس بتخاف شويه من مصطلح بي بي ان ده، بتحس ان الموضوع ريسكي، بس انت يعني تجربتك بتقول ان الموضوع كان مفيش فيه مشكله، خصوصا انه لسه مكمل لحد النهارده. ف يعني هل اصلا اختيار البي بي ان نفسه يعني بيتحكم في جوده النتائج؟ لان ما اكتر فايفر وسي او كليركس والمواقع دي اللي بتقدم لينكات في بي بي انز، بس يمكن ضررها اكتر من نفعها. يعني طبعا الكواليتي بتاعت البي بي ان ده طبعا توبيك كبير جدا ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، بس انا يعني باختصار جدا هو الفكره كلها ان في بابليك نتوركس وفي برايفت نتوركس. انت لما تروح تشتري لينكس من حد ده دي بابليك نتورك وغالبا هتتعاقب والويب سايت بتاعك مش هيرانك ولا اي حاجه، بينما البرايفت ان انت النتورك تكون بتاعتك انت وبتلينك للويب سايت بتاعك انت بس، دي طبعا استراتيجيه هي يعني شغاله بيرفكت ما فيهاش اي مشاكل. حتى انا مش حابب احرق كل التفاصيل اللي انت بتتكلم فيها دي، لان هي اكيد موضوع كبير، ولكن سؤال اخير، هل انت اللي باني النتورك ولا انت كنت بترنت لينكس في نتورك تانية؟ هو انا استخدمت الاثنين الحقيقه. انا يعني كان عندي النتورك بتاعتي، وبرضه استخدمت لينكس من واحد كنت اعرفه في نفس المجال اللي هو التكنولوجي، كنت عارف انه عنده نتورك، تواصلت معاه وقلت له هدفع لك كذا كل شهر مقابل لينكات، وفعلا ما كانش عندنا اي مشاكل فاجرت لينكات وكان عندي النت بتاعتي، وهي دي الاستراتيجيه الاساسيه. بس ممتاز ممتاز. طيب يعني احنا اتكلمنا عن تجربه انسبايرنج الحقيقه لاي حد شايف ان انه يبدا اونلاين بزنس. الموضوع مش صعب، هو بس محتاج جايدنس، محتاج توجيه. يعني هو دلوقتي محمود انت النهارده عندك ويب سايتس ثانيه كتير في نيتشز مختلفه، ما بتبدأش من الصفر زي ما بدأت أول مرة، أنت خلاص عرفت البروسيس وعرفت العجلة بتدور إزاي، فهي بروسيس اللي بيفهمها واللي بيعرف العوامل بتاعتها كلها بيقدر يحقق فيها نجاح. فتاني هرجع أذكر الناس اللي بتسمعنا إن محمود بيقدم كونسلتيشن في الويب سايت بتاعه، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو، المهتم يقدر يدخل ويتواصل معاه ويشوف الكونسلتيشن ممكن تساعده إزاي في إنه يبدأ أونلاين بيزنس حقيقي ممكن يحقق بيه أرباح توصل لأرقام كبيرة زي محمود حققها ويمكن أكتر كمان. في النهاية بشكركم لحسن استماعكم، وشكرا لك يا محمود، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المشاريع الجاية تحقق فيها نجاح أكبر بإذن الله. شكرا لك.